قال لي اعمل سونار. عملت سونار طلع ان الكلى فيها حتت متدمره وجريد 1 نيبروفيثي، يعني مرحله اولى الفشل الكلوي. المرحله الرابعه بيغسلوا كلى. زي ما انتم شايفين تيفا قلب فيجيتيريان، هنقول لكم بالظبط ليه، هتشوفوها في الحلقه. احنا خاسين 5 كيلو 5 كيلو موست بروبلي 5 كيلو فات، في ماسل ماتشوريتي طبعا، في سايز طبعا، وفي فات طبعا، بس عشان كان في هيلث بروبلم وكناش بناكل اصلا، وصلت ان احنا مش قادرين ناكل حتى بروتين، كان كاربز بس. وطبعا تيفا الحمد لله كان بياكل فاست فود برضو، بس اوفرول ذس سايز عمره ما وصله، واصلا كسر الوزن اللي عمره وصل له. هناخدكم مع بعض رحله ترانسفورميشن تيفا، ان شاء الله تتعلموا كتير وتتعلموا حاجه جديده فيجيتيريان. انت مش لازم تقلب فيجيتيريان 100%، مش لازم انت تسيب البروتين وتبقى فيجيتيريان، ولكن لما تزود فيجيتيريان او فيجيز او حاجات غير حيوانيه في الدايت بتاعك بيكمل بعض. يبقى عندك، انا انتوا عارفين ماي فيفرت دايت از ا فول بالانسد دايت، animals protein, vegetarian protein, fat, healthy fat و carbs. بحب ادخل كل حاجة الدايت بتاعي، ولكن نسبة وتناسب. مش بدخل يعني مثلا ما بحبش كيتو عشان ما فيهوش كارب، ما بحبش PSMHSBC عشان ما فيهوش غير بروتين. لما اقول لك احسن دايت balanced دايت في كل الحاجات، انا ما جبتش الكلام ده من فراغ، وده مش معناه ان انا ما بعملش كيتو دايت وبي اس ام اتش اس بي سي دايت وترابات ترتيب دايت، بعمل كله على حسب الكلاينت عايز ايه. بس لما تيجي تسالني واديك نصيحه لوجه الله، هقول لك دخل جسمك كل العناصر، فيتامينز مينرالز هيلثي فات بروتين كاربز. وان شاء الله تيفا بيعمل هيز اون شانل، عايز يتحدى المدرس يتحدى واتزيلا يا جماعه، سمعتوا؟ هيصور لكم شويه تمارين هتستفيدوا منها برضو، جو فولو ات، هكتب لكم اللينك بتاعها تحت. ازيكم يا جماعه، ايه الاخبار؟ حلقه جديده، حلقه حلوه فيها كذا توبيك مهم بعنوان عدم الاستسلام والكلى وفيجيتيريان والاشعاعات الحلوه. فان شاء الله هنغطي شويه حاجات هتعجبكم قوي ان شاء الله في الحلقه دي. الحلقه دي عباره عن قصه واحد من ملايين اسمه مصطفى جمال، اتحط في موقف زي ناس كتير جدا بتتحط في المواقف دي، مطبط وبلاليع. الحياة مش سموث، عمرها ما كانت ناعمة ومريحة وجميلة. الكيس دي أستاذ مصطفى خلص بطولة اللي فاتت وخد PCT، ريح، عمل عملية تنظيف كاملة وعملنا تحاليل. طبعا كل حاجه كانت شويه هاي على الحروكروك، وده عادي يعني، ما كانش في حاجه سيفير ولا اي حاجه سيفير، ما كانش في اي حاجه عاليه قوي. عملنا عمليه تنظيف ورجعنا حللنا تاني، كل حاجه الحمد لله نزلت ما عدا الكرياتينين في الكلى كدني، فعادي يعني، لانه هو كان عالي الماكسيمم بس ما كانش معديه بكتير، فعادي. انا ساعات كده ما اعرفش قلبي قلت حلل تاني قبل ما نبدا، خلاص هنبدا بريب، فاضل 4 شهور على الماتش، حلل تاني لقينا كله برده تمام، الكرياتينين لا ما بينزلش لسه هاي. رحنا لدكتور 2 3 قالوا لك ايه اول حاجه قالوها لك؟ انت بتاخد واي على طول؟ بتاخد واي بروتين؟ اوعى. ف بعته لدكتور متخصص بادي بيلدينج وكلى، يعني هو من الاخر دكتور كلى ولكن بيلعب حديد بادي بيلدينج وبياخد ستيرويدز وبيتمرن، فهو فاهم في مجالنا يعني. لانه انا هقول لك حاجه، معظم الدكاتره اول تخمينه هيقوم قايلها، فمثلا ايه ده انت شكلك بادي بيلدر، انت بتاخد مكملات وكده؟ اه. يبقى هي استسهل على طول، هيقول لك اول جس، اول تخمينه بالنسبه له هيقوم رميها لك. وصلنا اخر حاجه، ممكن انت تكمل القصه دي الحته دي. هو احنا عملنا تحاليل كل شويه، انا اصلا بعمل تحاليل كل شويه، فكل شويه كل شويه كل شويه كرياتينين عالي كلى عاليه. فطبعا زي ما سام قال ان احنا روحنا لكذا دكتور، اول دكتور قال لي ايه ده، اول ما جاي اقعد يقول انت بتاخد واي، عرفت انه هيقول كلمه واحده بطل نهائيا، وهو ده اللي عامل كده، هو ده اللي عامل كده. وداني الدكتور تاني، هو متخصص زي ما قال في
المجال يعني بيلعب وفاهم ده، ممكن يجي لما يبقى فيه مشكلة بسيطة يقول لي طب اخد بريمو مش عارف ايه، يمشيها لي مش يقول بطل. كل شوية يقول لي اعمل تحليل، واسبوعين تعمل تحليل تاني، واسبوعين تعمل، ما بتنزلش برضه. قال لي اعمل سونار، عملت سونار طلع ان الكلى فيها حتة متدمرة و جريد 1 نيبروفيثي، يعني مرحلة اولى الفشل الكلوي، المرحلة الرابعة بيغسلوا كلى. فقال لي مفيش مكملات، مفيش استرويد، مفيش انيمال بروتين، لحمه فراخ، اللي هي من الاخر كل حاجه احنا بنعملها في الجيم. اصلا انت وانت بتتمرن تمرينك ده انت بتحفز ستاتيل سي اللي بيعدي على الكلى، بيعلي انزيمات، فكل حاجه احنا بنعملها. قال لي لا وقف. فكلمت سامي قلت له بقى قال لي انا ضن العب وهسافر تنس بقى بقى. العب تنس بره واعمل مش عارف ايه وبتاع. قلت له عادي if that's what you want ماشي. قال لي لا انا مضطر. قلت له لا، دايما في حل يعني. don't give up يا جدعان، بطل تستسلم، في مليون الف طريقة والله. يعني ما اعرفش انت عايز تعيش حياتك ازاي، شوف انت بتحب ايه يا مان واعمله. ما تجيش على صحتك ولا على اهلك ولا على اصحابك ولا على دينك، ما تخرجش بره الكلام ده واعمل اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه، شوف حل تاني. قلت له بقول لك ايه، تيجي نجرب فيجيتيريان؟ عمل لي كده بوشه. قلت له يو وانت تو كونتينيو بادي بيلدينج ولا لا؟ قال لي اه. قلت له تعالى يا عم نجرب ستارت فيجيتيريان. قال لي ماشي، هنبدا ان شاء الله فيجيتيريان، هناكل اكل صحي. هو لما بطل كنت بتاكل ايه وبتعمل ايه؟ جانك فود. جانك فود بتنام؟ نومك كان عامل ازاي؟ تحسن نومي، نومي بنات بصحى الساعة 4 العصر. يعني خلاص حياته بقت متلخبطة لأنه مفيش روتين، مش مطلوب منه يتمرن قد كده في اليوم ويعمل واجباته. يعني يا جماعة الروتين دي حاجة كويسة جدا، إن أنت تبقى عندك روتين دي حاجة كويسة. هو دلوقتي أي عنده، حد ناجح عنده روتين يقول لك أنا ما بحبش الروتين، ده يبقى شخص فاشل وكده كده فاشل. يا جماعة don't give up، تعالوا أنا هنبدأ إن شاء الله أنا ومصطفى الفترة الجاية vegetarian meals، وهنصور كمان اسبوعين واقول لكم ايه النتيجه، وصلنا لايه، شفنا ايه، حسينا بايه، في كل حاجه هناخد منه فيدباك البوزيتيف والنيجاتيف، استفاد ايه، ايه الصعب وايه السهل، في التمرين، في الاكل، في النوم، في كل حاجه. وهنعمل تحاليل ونراجعها معاكم تاني ونشوف. لا قدر الله عندك مشكله في الكلى، اديني بحاولت افيدكم ان شاء الله، تعرفوا ازاي ما تستسلموش. ويعمل ناس تعمل تحاليل، شوف تحاليل مهمة يا واتابع جدعان، مع مدرب، stop guessing. واتابع مع مدرب خايف على صحتك مش كده. هنعرف مدرب مشهور جدا جدا كلكم عارفينه. المدرب ده اعرف واحد شخصيا يعني كان متابع معاه، مش متابع يعني، اشتري بروجرام واداله سايكل والتنظيف، خلص سايكل اداله تنظيف مش على ده شهر، خلص شهر عمل له تحليل، بعت له التحاليل قال له امشي عليه كمان اسبوعين تنظيف، مشي كمان اسبوعين بعت له التحاليل هي هي لسه صحته ولا اي حاجه. راح قال له ايه بقى الكوتش؟ ما ردش عليه، ما ردش عليه، زن زن زن، بعت للتيم بتاعه مش عارف ايه، قال له بص انا مش ملزم ان انا اتابعك، عايز تتابعني يبقى ده بمبلغ كذا كذا، وانا مش ملزم ان انا اقول لك انت خلاص اشتريت بروجرام، مع نفسك بقى صحتك مع نفسك. فالواحد لازم يتابع مع يعني المدرب بتاعه، لازم يبقى خايف على صحته اكتر من النتيجة وشكله وجسمه والكلام ده. انا عايز اقول حاجة على الحوار ده كله، اصلا حوار الكيدني والكلام ده، الحوار ده ما حصليش بسبب ان انا باكل، باخد مكملات وباخد سترويد وباكل، ما كلنا بنعمل كده والمحترفين كلهم بيعملوا كده، بس هو حصل لي ليه؟ لان دي حتة جينيتكس، جينيتك، مش ان انا هبقى مثلا تشيست عامل كده، الباي كده، شكل عضلات كده، دي مش دي جينات. بس الجينات كلها مش كده في اللعبه دي، اللعبه دي جينات انك تستحمل الاسترويد قد ايه، تستحمل الكلام ده قد ايه، اعضاءك من جوه تستحمل قد ايه. انا جينيتكس ربنا خلقني كليتي ضعيفه، ما استحملتش اللي انا بعمله، غير محترفين عادي جدا مستحملين ومكملين ووصلوا مستر اولمبيا وكسبوا. فليكس ويلر كليته تعبت، بس ده بعد ما وصل لاولمبيا انا قلت له ووصل القصه دي، قلت وفلوس. له هو قال القصه لي، دي هو قال لي على يعني انا جيت يوم كده قلت له انا متضايق مش عارف، قال لي فليكس ويلر كان عنده كيدني فيلير، فيلير يعني انا في المرحله الاولى، هو بقى تلاقيك المرحله الخامسه اللي بيغسل كده. المهم فليكس ويلر اتفرجوا على الفيديو كده سيرشت، هتلاقوه بيتكلم لك عن بقى زمان لما جاله الكلام ده، بيحكي لك
بيقول لك انا كنت ساكن في بيت قد تخش تتوه فيه، اول ما جالي كيدني فيلير طبعا كل السبونسر والكونتراكتس اللي معايا والفلوس كله سابني، فراح يعيش مع راح يعيش مع امه المتبنياه في اوضه في شقه امه مع مراته وتو كيدز مخلفهم. ف من ده لده بيغسل كلى 12 ساعه في اليوم، بيقول لهم انا اموت احسن ما اغسل كلى 12 ساعه في اليوم. ده واحد، ده واحد مستر اولمبيا وتوب بس هو 3 لعب مستر سنه اولمبيا كامله ناتشورال. دي بعدها بقى لعب سنه كامله بعد القرارات دي كلها اولمبيا ناتشورال، هو خس طبعا في السايز 2002 2002 عشان لو عايزين نشوف. فدلوقتي مصطفى مش عايز يلعب مطوش، بس عايزين نعمل حته دين ترانسفورميشن وصحته تفضل كويسه جدا. اهم حاجه الصحه طبعا، احنا في الاول وفي الاخر بنعمل الرياضه دي عشان الصحه. هو دلوقتي لما رجعنا هنرجع نلتزم، هيظبط نومه، هيظبط اكله، هيظبط تمرينه، هنعمل تحاليل وهنشوف. فاوفر اول لو كان ساب اللعبه كان هيمشي في طريق انا بقول لكم مش احسن حاجه. بما ان احنا رجعنا للعبه ثانيه وهنعمل ترانسفورميشن احسن من انه يسيب اللعبه. الحل دايما مش انك تسيب اللعبه يا جماعه، دونت جيف اب، ما تستسلمش. انا كنت هستسلم 100 مره والحمد لله لما ما بستسلمش ربنا بيعوضني بطريقه فظيعه. يا جماعه دونت جيف اب، ما تستسلم والله، ما حد هيفيدك. مش اي حاجه حصل فيها حاجه وحشه نبطلها يا جماعه. عندنا مخ، انت عارف انت بتعمل ايه. يوز ذس. استنوا الحلقه الجايه نخش بقى في موضوع الفيجيتيريان شويه. انا معلش لو الحلقه دي رحت في كذا حته، انا خلاصة الحلقة دي don't give up، ما تستسلمش. لازم هتقع في مطبات ومشاكل، لو كل واحد هيستسلم محدش هيوصل. do not give up، don't give up، اعند مع نفسك، فوكس، بص في المراية. عايز ابقى regular زي بقية الشعب ولا عايز ابقى مختلف؟ مختلف يبقى لازم تعمل حاجة مختلفة. اشوفكم الحلقة الجاية مع تفاصيل الفيجيتيريان والنتيجة مع ربنا يستر.